انواع المديرين في شركات اتول. ما تنساش تدخل على صفحتنا على الفيسبوك وتدعمنا بلايك. اما اليوتيوب ابحث عن BDRTC ودوس سبسكرايب للقناة وفعل الجرس، وعلشان توصلك كل الاخبار على موبايلك ادخل على التليجرام اكتب BDRTC ودوس جوين. عندنا 3 انواع من المديرين في شركات التول. اول واحد المدير التنفيذي للشركة، اللي هو بالبلدي بنقول رئيس مجلس ادارة الشركة، اللي يقدر يبيع ويشتري في الشركة، واللي يقدر يفتح الحسابات البنكية ويوقع على عقود التصنيع ويعمل كل حاجة في الشركة. تاني نوع اللي هو المدير الفني الصيدلي للشركة. تالت نوع، وده بيكون فقط لشركات التول اللي ليها اختارات مسجلة، لازم يجيبوا مخزن ادوية للشركة، والمخزن ده لازم يكون ليه مدير فني صيدلي. طيب افرض الشركة مش قادرة ترخص مخزن لشركة التول، في الوقت ده ممكن تأجر مخزن مع مخزن مرخص، تعمل عقد تخزين معاه او تعمل عقد تخزين مع شركة تول اخرى، ولكن كل مخزن مرخص له الحق في عمل عقود تخزين مع شركتين تول فقط. وكذلك لو في مخزن مرخص لشركة التول ليها الحق انها تعمل عقد تخزين مع شركتين تول فقط.